أهلا بكم إلى عدد جديد من أسبوع الدولية. عرفت أروقة مقر الأمم المتحدة نشاطا دبلوماسيا مكثفا من طرف وزير الخارجية الجزائري رمطال عمامرة وأعضاء الوفد المرافق له المشارك في أشغال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة لحشد دعم ترشيح الجزائر لعضوية مجلس الأمن الدولي في الفترة الممتدة من 2024 إلى 2025 وكذا عضوية مجلس حقوق الإنسان في جنيف. نتابع هذا التقرير ونعود بعد ذلك للنقاش. آلة الدبلوماسية الجزائرية لا تتوقف عن التحرك السريع نحو تحقيق الإنجازات على الصعيد الدولي ونيل مناصب داخل الهيئات العالمية المهمة، وفي هذا المسعى نشاط دبلوماسي جزائري مكثف تشهد أروقة مقر الأمم المتحدة بنيويورك في إطار أشغال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة من 20 إلى 26 سبتمبر. وزير الخارجية الجزائري رمطال عمامرة يتولى رفقة المندوب الدائم لدى الهيئة الأممية نادر العرباوي وكافة أعضاء الوفد الجزائري المشارك في الدورة إطلاق حملة دعم ترشيح الجزائر لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن في الفترة من 2024 إلى غاية 2025، حيث عرضت لافتات لدعم الترشيح في أهم وأعلى هيئة أممية وكذا عضوية مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إضافة إلى توزيع كتيب يحتوي على توجيهات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بخصوص السياسة الخارجية والمحطات الرئيسية لتاريخ الدبلوماسية. العمامرة وخلال لقاءاته مع نظرائه من الوزراء والأوساط الدبلوماسية والإعلامية المتواجدة في الأمم المتحدة شدد على أن الولاية المقبلة في مجلس الأمن ستشكل فرصة متجددة للجزائر لإعادة تأكيد مبادئها ومشاركة رؤيتها حول القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن في مجال السلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى أن التحديات الأمنية في جميع مناطق العالم تتطلب أكثر من أي وقت مضى إجراءات دولية منسقة هدفها الأساسي ضمان سلام دولي دائم. الوزير الجزائري ذكر أن الأولويات الرئيسية للجزائر هي المساهمة في عمل مجلس الأمن وتركيز جهود تعزيز السلم والأمن الدوليين وترقية مبادئ وقيم حركة عدم الانحياز. الجزائر مستعدة تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون انطلاقا من موقعها الجغرافي والاستراتيجي لتقديم مساهمة نوعية في جميع القضايا الإقليمية والدولية، وهذا بالعودة إلى الإرث الدبلوماسي الثقيل والنوعي الذي تعرفه الجزائر في حلحلة الأزمات إقليميا ودوليا. أهلا بكم من جديد. إذن أرحب بضيوفي هنا في الاستوديو الأستاذ إسماعيل خلف الله محلل سياسي مختص في الشأن الدولي. أهلا وسهلا بك أستاذ إسماعيل. مرحبا أستاذ رمزي، تحية لك وللسادة والزملاء والسادة المشاهدين. شكرا. إذن وأيضا أرحب بالأستاذ عبد القادر السليماني الباحث السياسي والاقتصادي. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد القادر. مساء الخير رمزي، شكرا على الاستضافة ومرحبا بالدكتور معنا. إذن ومعنا من موسكو أستاذ العلوم علوم السياسية والعلاقات الدولية الأستاذ دكتور عمار قناة. أهلا وسهلا بك دكتور. تحياتي أستاذ رمزي لك ولضيوفك الكرام. شكرا جزيلا لك أستاذ عمار. إذن أبدأ معك أستاذ إسماعيل. النجاحات التي تحققها الدبلوماسية الجزائرية تضعها اليوم أمام تحديات جديدة وعلى رأسها الطريق نحو عضوية مجلس الأمن الدولي أعلى هيئة أممية في العالم، يعني كيف ترى هذا المسار؟ هو يعني في الحقيقة عندما نرى بأن هذا المجهود الذي تقوم به الدبلوماسية الجزائرية منذ تقريبا سنتين هكذا، هذا المجهود الذي يعني واضح إلا الذي لا يرى، وخاصة ما تعلق بالشأن الإقليمي وبالأزمة الدولية العالمية الآن التي تخبط فيها العالم، فالجزائر هي رقم من الأرقام حل هذه الأزمة، وبالتالي فذهابها ومرافعتها على منح هذا المقعد هو في الحقيقة بكل موضوعية نقولها بدون تحيز على أننا جزائريين وكذا، نقول بأنه أن اليوم الجزائر أثبتت دبلوماسيتها أنها نضالها ومرافعاتها وثباتها على في أعتى الموجات التطبيع، في أعتى موجات التخندق
اليوم إذا نرى بأن الاتحاد الأوروبي وما أدراك ما الاتحاد الأوروبي ينساق وراء السياسة الأمريكية بدون يعني بوضوح. الآن نلاحظ أن الانتقادات داخل الشارع الأوروبي للحكومات الأوروبية على أنها تضرب نفسها بنفسها وتعاقب نفسها بنفسها. لماذا؟ لأنها تحت آلة سياسية دبلوماسية أمريكية. الجزائر ورغم ما المحيط ورغم الحدود المشتعلة ورغم الأجندات التي تعمل ضدها وتحاول تشويهها وتحاول حتى شيطنتها، ومع ذلك كانت ثابتة وكانت بتقف مسافة واحدة. اليوم إذا نرى أن الإشادة من أطراف عديدة سواء ما تعلق بالجانب الدولي تشير بمجلة الجزائر الجانب الغربي أو 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 موسكو، إشادة واضحة بالموقع الجزائري الذي تخوضه الجزائر مسافة واحدة بإيجابية. لا نقول هذا الحيادية ليست الحيادية السلبية بل هي إيجابية، هي تتفاعل من هنا ومن هناك وهي تعطي وتساهم في حلول لهذه الأزمة. أستاذ إسماعيل، إذن مباشرة إليك أستاذ عمار، عندما نتحدث عن مجلس الأمن الدولي، ما هو الدور المنوط بهذه الهيئة الأممية رفيعة المستوى، ولماذا تسعى الدول لأن تكون ضمن تشكيلة هذا المجلس؟ يعني مما لا شك فيه، يعني مجلس الأمن الدولي هو يشكل النواة، يعني النواة لمفهوم أولا يعني منظومة العلاقات الدولية في فك يعني النزاعات والتوصل إلى حلول يعني ممكن أن تستقبل يعني من جميع الدول. هذا المجلس يعني هو الكل يعني يعلم بأنه كان يعني نتيجة وهيئة الأمم المتحدة يعني بعد يعني المعادلة الجيوسياسية الثانية بعد الحرب العالمية الثانية وتشكل هذا النظام الدولي يعني الذي نراه اليوم. فالدور يعني الأهم باعتقادي هو دور مجلس الأمن في فض النزاعات يعني بين الدول، ولكن يعني للأسف الشديد نرى أنه في المراحل يعني الأخيرة أو ممكن القول يعني بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتشكل يعني أحادية القطبية، كانت هناك يعني كان يستخدم مجلس الأمن بشكل عام كأداة يعني جيوسياسية لتمرير المصالح الأمريكية والغربية جزئيا، لكن يعني مع الوقت بدأ يتفعل بطريقة أخرى، وهنا أتكلم عن الدول الدائمة يعني العضوية. فبدأت يعني الأقطاب الجديدة الفاعلة في هذه المنظومة يعني تعبر عن نفسها بطريقة أخرى وتعبر عن مصالحها يعني القومية من جهة، وأيضا يعني التوجه بالعالم إلى منظومة جديدة ضمن يعني مفهوم المعادلات الدولية، وهو التوجه بالمفهوم الجيوسياسي إلى التعددية القطبية. لكننا يعني لغاية اليوم يعني الكل محتاج يعني لهذه المنظمة الدولية، ومجلس الأمن يعني هو الأساس، يعني الأساس في هذه المنظمة الدولية. ففيما يتعلق يعني في الجزائر وترشيحها لهذا يعني لهذا الموقع، باعتقادي أنه يعني حق يعني عملية استحقاقية، لأنه إذا أتينا إلى الجزائر أو السياسة الخارجية الجزائرية بكل ما تحمل يعني من إرث وتاريخ عريق، يعني هذه أولا نقطة. ونقطة أخرى يعني الجزائر هي دولة يعني دولة محورية وتعمل على أكثر من إقليم، يعني دول الساحل مع البعد يعني الإفريقي، البعد الذي أسميه المغاربي يعني فيما يتعلق في الدول العربية شمال إفريقيا، والبعد الثالث وهو البعد يعني العربي. فلذلك يعني رأينا ونرى لغاية الآن يعني الدور الأساسي يعني والمحوري في مفهوم يعني جزئيا توحيد يعني هذه القرارات أو يعني وجهات النظر. وباعتقادي السمة الأساسية التي يمكن أن أطلقها يعني على السياسة الخارجية الجزائرية وهي سمة يعني الاتزان، الاتزان في التعاطي مع جميع القوى يعني الإقليمية والدولية. فلذلك هي تعتبر يعني مرحلة من المراحل يعني التطور منظومة يعني أو الدور الجزائري باعتقادي في هذه المنظمة. نعم واضح أستاذ عمار. إذن أستاذ عبد القادر، الجزائر تعتبر من بين أهم الدول في إفريقيا والعالم، خاصة أنها ترافع لأجل افتكاك القارة مفاتيح القرار دوليا بمعنى تواجدها في أعلى الهيئات الأممية. ما تعليقك؟ تعليقي هو أنه الميزة الدبلوماسية الجزائرية تتميز بميزتين.
الأولى هي القوة الهادئة، والثاني الميزة هي يعني المواقف الثابتة منذ زمن شهيد الدبلوماسية الجزائرية المرحوم محمد الصديق بن يحيى الذي أبان عن علو كعب الدبلوماسية الجزائرية في حلحلة مواضيع حساسة واستراتيجية. نتكلم على أزمة الرهائن الأمريكيين في إيران، نتكلم على فك النزاع العراقي الإيراني، نتكلم على كذلك فك النزاعات الإفريقية اللي كانت مثلا النزاع بين إثيوبيا وأريتريا، ولأن الدور محوري للجزائر في إفريقيا، في الجزائر كانت دائما مع حق شعوب في تقديم مسيرها مع الحركات التحررية. الجزائر كانت هي مكة الثوار وقبلة الأحرار، وما زالت إلى اليوم تدعم القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية. وشفنا كيف كانت الإشادة من أكبر الدول العالمية، شفنا مؤخرا كيف تكون إشادة بين متناقضين، بين الرئيس بوتين وبين الرئيس الأمريكي في الدور المحوري للجزائر، في أنها تنظر بحكمة، تنظر برزانة. الجزائر لاعب فعال في محاربة الإرهاب وكذلك في التسعينات القرن الماضي، وحتى شفنا أنه التجربة الجزائرية نقلت إلى أمريكا، إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد الاعتداءات 2001. كذلك الدور المحوري في أزمة مالي، اتفاقية الجزائر حتى اليوم تحتذى وتعتبر أرضية اتفاق ما زال يمشوا بها الإخوة الأشقاء الماليين، مكافحة الإرهاب في الساحل. أنا أظن أن هذا المكان سيكون مكان مستحق للجزائر باش تكون دائما في نظرة دول عدم الانحياز. نعرف أن الجزائر دائما مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، دائما مع الحلول السياسية والحلول السلمية وحلحلة الوضع في كل بؤر العالم. فدور مجلس الأمن اليوم هو صون الأمن والسلم الدوليين. نعم، إذن أعود إليك أستاذ إسماعيل. الجزائر كانت متواجدة من قبل في مجلس الأمن الدولي منذ نشأته، كيف تقيم المشاركة السابقة للجزائر، وهل التحديات التي كانت في السابق هي نفسها تحديات اليوم أم تغيرت؟ عندما نرجع لتاريخ الدبلوماسية الجزائرية وخاصة في داخل الهيئة الأمم المتحدة، نقولها بفخر بأن الجزائر هي أول دولة ترافع باللغة العربية، هي أول دولة عربية أدخلت دوأت يعني ساهمت بقوة في تدوير القضية الفلسطينية بالدرجة الأولى، ثم أدخلت القضية الفلسطينية إلى أروقة الأمم المتحدة، ونظمت عندما كانت الجزائر نظمت اللقاء، وكان الخطاب الذي ألقاه الراحل ياسر عرفات. فإن لم يكن لهذه الدبلوماسية تاريخ وبصمة فيكفيها هذه البصمة، هذه القضية التي ما زال لحد الآن ما زالت لم تحل، هذه القضية التي يراد لها أن تطمس وأن تدفن، ومن خلال موجات التطبيع العام الماضي، وهذا نقولها بكل أسف، هناك دبلوماسيات عربية تخلت وزحزحت هذه القضية التي كانت في المركز، أصبحت في الهامش لدى بعض الدبلوماسيات العربية. الجزائر اليوم من خلال هذا المجهود تريد أن تعيد هذه القضية إلى المركز، تريد أن تصحح البوصلة، تريد أن وأيضا عند افتكاك المنصب أو عضوية مجلس الأمن يعني ستكون لها ربما أو نعم سيكون لها ثقل أكثر بكل تأكيد يعني. هذه الهيئة الأممية وهذه الهيئة التي ينظر الآن عندما أي منظمة أو أي مجتمع أو أي دولة تناشد المجتمع الدولي، هذا المجتمع الدولي فيما يتمثل؟ يتمثل في هذه الهيئة، هذه الهيئة هي المفروض هي المخول لها، وأداتها أداة تنفيذ هذه القرارات هو مجلس الأمن. فمنح وافتكاك الجزائر لمقعد في مجلس الأمن سيعطيها يعني يفتح لها الأفاق كي أو يفتح لها أو يعني يذيب ويذل العقبات ربما توضع في طريق تحركاتها، لأننا اليوم لاحظنا ربما عندما أعلنت الجزائر ويعني
أفصحت بقوة على أنها مستعدة أن تقوم وتستضيف القمة العربية. في بداية الأمر كانت هناك أجندات تحركت ونادت بأن الجزائر لا تستطيع وأن طيب. ربما فهذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الآلة المضادة عندما تكون الجزائر بهذه المجهود وبهذه القوة وبهذه المكانة وبهذه الوضعية الآن اللي رأي فيها، أعتقد أنها سوف تقدم أكثر، ليس للجزائر، ليس مجاملة للجزائر، بل للبشرية. أن طيب. الجزائر رسالة ترفع قضايا، يعني تناضل وترافع من أجل واضح. قضايا عادلة. واضح أستاذ إسماعيل. إذن أستاذ عمار، الجزائر لا تريد أن تكون عضوا غير دائم في مجلس الأمن فقط، بل تسعى أيضا لأن تكون عضوا في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. إذا عدنا لتقارير دولية معروفة بمصداقيتها تحدثت وثمنت وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، هل هذه المكتسبات والمعطيات هي الدافع وراء المساعي الجزائرية في اعتقادك؟ سيدي، يعني منظمة يعني حقوق الإنسان أيضا يعني هي تعتبر من المنظمات يعني الأهم باعتقاد يعني في العالم، والتاريخ يعني الجزائري هو يعني حافل بالمسارات يعني الديمقراطية، ومع الحفاظ يعني على الخصوصيات وأيضا يعني مع مساندة يعني الأحرار والحركات يعني التحررية، باعتقاد يعني مثل هذه الخطوات ممكن أن تضيف يعني للجزائر، وهي بإعطائها يعني جزء من الآلية للتحرك يعني وتمرير تلك يعني القضايا التي لا تمرر أحيانا من خلال يعني مجلس الأمن. نعم. فلذلك يعني التوجه بهذا الخصوص باعتقادي يعني سيعطي دفعة ليس فقط يعني للجزائر وللدبلوماسية الجزائرية، ولكن أيضا يعني للكتلة العربية، والتي نراها يعني وللأسف الشديد يعني في حالات يعني انقسامية، وبتنا أحيانا يعني نتحدث عن الكتلة العربية وكأنها كتلة ثقافية دينية لا أكثر ولا أقل. نعم. لكن هنا ممكن يعني أن أضيف سيد الكريم، يعني مع اقتراب القمة يعني القمة العربية في الجزائر، فلطالما كانت يعني قمم الجزائر هي من أهم القمم، ولا أعتقد فقط يعني للأحداث التي كانت، لكن للدور يعني الجزائري في هذا الصدد، ونأمل أن تكون هناك يعني اختراقات في هذه القمة يعني القادمة في الجزائر. والدور يعني الجزائري كما كان ولغاية الآن يعني من مفهوم يعني الحيادية والاتزان وعدم الانحياز، هذه أعطتها يعني قوة دولية وقوة إقليمية، لأنها باستطاعتها يعني الخوض كوسيط يعني في أكثر الملفات حساسية وصعوبة، وقد رأيناها تفعلت يعني في أكثر من منطقة، وفي المنطقة الإفريقية وفي المنطقة العربية. لذلك يعني الدور القادم باعتقادي يعني سيكون أداء الدبلوماسية الجزائرية على أكمل وجه يعني لتحقيق الأهداف يعني السامية التي من خلالها يمكن التوجه فعلا لحلحلة يعني القضايا الساخنة، يعني وخاصة فيما يتعلق في قضايا الشرق الأوسط، ومنها القضية الأهم طبعا القضية يعني القضية الفلسطينية. وللأسف الشديد يعني عندما كانت القضية أو الصراع العربي يعني الإسرائيلي، رأيناه يتجه إلى مفهوم الصراع يعني الفلسطيني الإسرائيلي، لكن يعني مع وجود الجزائر بهذه يعني القوة والصمود في دعم هذه القضية، باعتقادي ممكن أن تعود العقارب يعني إلى مكانها الصحيح. طيب إذن أستاذ عمار، دائما كيف ترى حظوظ الجزائر هنا؟ سيدي، يعني نحن نعيش في عالم يعني تجتاحه اليوم يعني الكثير من المتغيرات الإقليمية الجيوسياسية، هناك توازنات يعني بدأت تفرض يعني على الأرض، هناك واقع سياسي جديد، مسألة الانتقال يعني من الأحادية إلى التعددية القطبية هي يعني باعتقادي باتت يعني واقعا سياسيا. فلذلك يعني الجزائر ممكن أن تأخذ يعني اليوم دورها الذي يثمن يعني من خلال يعني تعددية القطبية، وتكون أحد الأقطاب الفاعلة يعني في الشمال الإفريقي أو حتى يعني في إفريقيا، ناهيك يعني عن العالم العربي. فلذلك ما دمنا الآن يعني في حالة هذا الصراع، هذه التفاعلات التي نراها من خلال يعني المشهد الأوكراني أو الأزمة يعني الأوكرانية، وهي ليست يعني أزمة روسية أوكرانية، بل هي يعني صراع جيوسياسي للانتقال
الانتقال إلى النظام الدولي الجديد المتعدد القطبية. طيب إذن، وأيضا في خضم ما يعرفه العالم من تجاذبات سياسية، قبل أيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح على أن الجزائر شريك مهم ويدعم الخط المتوازن الذي تنتهجه الجزائر. في المقابل أشادت الخارجية الأمريكية بقوة شراكاتها في السلم والأمن مع الجزائر. كيف تقيم ربما الموقف الجزائر هنا؟ سيدي، يعني عودة إلى الموقف يعني المتزن، وإذا يعني تحدثنا عن العلاقات يعني الروسية الجزائرية فهي يعني نتحدث عن أكثر من 60 عاما، يعني وخاصة إبان يعني فترة الحرب الباردة والتكتلات يعني الجيوسياسية الماضية، لكن يعني لغاية الآن تحافظ يعني روسيا والجزائر في نفس الوقت على يعني زخم هذه العلاقات. وقد استمعنا جميعا إلى يعني كلام الرئيس بوتين عندما قال يعني في افريقيا الجزائر تعتبر الشريك يعني الاقتصادي الثاني، هذا يعني له يعني مكانته اولا يعني في الداخل الروسي وباعتقادي ايضا يعني في الجزائر. فلذلك يعني نحن مقدمون على حالات باعتقادي يعني وتحركات اخرى. الكثير ظن انه ممكن هذه يعني العلاقه ان تشاب يعني نوعا ما على اثر يعني او في ظل ازمه الطاقه والطروحات التي كانت يعني مطروحه من القبل الغرب وغيره حول ان الجزائر ستعوض يعني الغاز الروسي، فعندها تكون يعني حاله تنافسيه او حاله يعني صراع في هذا المجال. لكن راينا التصريحات يعني اتت منذ البدايه يعني من الجزائر بانها لن تخوض يعني مثل هذه الصفقات على حساب يعني روسيا او اي دوله اخرى. فلذلك التماسك اليوم والعلاقات يعني العسكريه ما بين يعني تصدير اسلحه او حتى يعني تدريب متبادل هذه كلها يعني تضيف إلى هذه العلاقة. فيما يتعلق يعني في الموقف الأمريكي، يعني لطالما يعني الطرف الأمريكي هو يعرف يعني كيف يقيم وأين يعني هي الأقطاب المؤثرة أو الأطراف في منطقة ما، فكانت هناك يعني محاولة للاستمالة أو استمالة الجزائر يعني لهذا الاصطفاف الدولي الذي نراه اليوم، ومارست يعني الضغوطات على الجزائر. لكن فلنعد بالذاكرة إلى الجلسة يعني في جلسة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة عندما يعني امتنعت الجزائر عن التصويت لإدانة روسيا في هذه العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. فهذا يدل على الكثير يعني من المواقف ممكن القول يعني الإيجابية وعدم الانخراط يعني في نزاعات دولية مع المحافظة على الخصوصية الداخلية والخصوصية الإقليمية للجزائر. واضح القادم. واضح، شكرا جزيلا لك أستاذ عمار قناة، أستاذ علوم سياسية وعلاقات دولية، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك. العفو سيد الكريم. إذن واصل معك أستاذ عبد القادر، تحدثنا عن أهمية تمثيل الجزائر القارة الإفريقية وكذا الدول العربية وحتى دول عدم الانحياز، ماذا تريد الجزائر بالضبط من وراء هذا الترشح، وأيضا المسائل والقضايا التي تطرق إليها وزير الخارجية الجزائري والتي تدعم ترشيح الجزائر؟ لا، الجزائر نقولها بكل صراحة هي مرشحة حركة الدول عدم الانحياز، هي مرشحة كذلك الدول العربية. شفنا كيف كان اللقاء بين وزير الخارجية العمامرة سيد العمامرة ووزير الخارجية السعودية الذي أعطاه ضمانات أن الجزائر سوف تكسب كل يعني أصوات العربية والأصوات الإفريقية كذلك وكل أصوات حركة عدم الانحياز. ولا ننسى كذلك الدعوة الرسمية التي قدمها الوزير العمامرة إلى الرئيس علييف رئيس أذربيجان الذي هو رئيس حركة عدم الانحياز يكون ضيف شرف. نعم. يكون يعني ضيف شرف للقمة العربية هنا في الجزائر في أول وثاني نوفمبر، فهذا يعطيك أن الجزائر اليوم هي المرشح الرسمي لدول عدم الانحياز، دول إفريقيا، دول عربية، من أجل صون الأمن والسلم ضمن مقاربة هي مقاربة ثابتة للجزائر منذ ستينيات القرن الماضي، منذ أن كان الجزائر فتية، هي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، دائما المحافظة على يعني الشعوب في يعني كيفية تقرير مصيرها، كذلك الحفاظ على السلم والأمن العالمي. عدم الانحياز أعطاها اليوم هامش حركة قوي. اليوم الجزائر شريكة قوية للاتحاد الأوروبي، شريكة قوية للصين ولروسيا، شريكة قوية كذلك لأمريكا. الجزائر اليوم تريد الدخول في منظمات أخرى، نتكلم على منظمة البريكس، نتكلم على منظمات إقليمية اقتصادية مثل منظمة شنغهاي، كما تفضل الدكتور وقال من موسكو أنه اليوم رانا في
نظام عالمي جديد، على الأقل يكون نظام عالمي اقتصادي بعد تدهور ربما الأورو إلى أدنى مستوياته. شفنا حتى بعض الدول كانت الحليفة لأمريكا كيف استغنت عن الدولار في علاقتها، شفنا السعودية مع الهند عندما يعني طورت علاقتها يعني بالريال وبالروبية الهندية، كذلك العلاقات الروسية الصينية الاقتصادية. فهذا الزخم الكبير يجعل الجزائر يعني مرشح كبير للدول عدم الانحياز ودول جنوب جنوب لا ننسى كذلك في إعادة الاتزان، في ظل يعني لأنه كل يوم كل العالم يدعو إلى إعادة هيكلة منظمة الأمم المتحدة. طيب. وكذلك المجلس الأمن دائما كان في احتكار للدول الكبرى. طيب اليوم عبد القادر، إذن معذرة أستاذ عبد القادر، إذن أستاذ إسماعيل، ربما هي حظوظ الجزائر في هذه المساعي؟ حظوظها في الحقيقة هي هذه الإشادات وهذه عندما لاحظ الجميع بالدعوات التي قدمتها الجزائر عبر وزراء يمثلون وزارات سيادية، لنتكلم على البيت العربي الآن، إذا القادة العرب، فكيف كانت الاستجابة القوية لهذه الدعوة، وكل لب الدعوة وكلهم يقول بأنني سأكون من الأوائل الحاضرين. المواقف اليوم التي أو التصريحات من خلال ما يصرح به الكريملين أو ما تصرح به الاتحاد الأوروبي أو ما تصرح به المجموعة الغربية ككل في على أن الجزائر شريك وثيق، وهذه نحط 70,000 سطر تحت وثيق، لأن هذا الثقة ربما حاولت بعض الأطراف تشويه هذه الثقة، وأن الجزائر سوف تخلف عهودها وعقودها ومواثيقها التي أبرمتها. لاحظنا أن المواثيق المبرمة بين الجزائر وإسبانيا لم تمسها الجزائر رغم تدهور العلاقة وتعثر العلاقة بين الجزائر ومدريد. إذن فأعتقد أن هذه الصورة الناصعة والناطعة الواضحة للجزائر تعطيها هذه مؤشر على أنها سوف يعني يكون لها تصويت قوي لصالحها ولهذا الحقيقة لهذه الشعوب. اليوم إفريقيا تنظر إلى الجزائر أنها هي من تستطيع أن ترافع على هذا إفريقيا. اليوم يا أستاذ احنا اليوم في القرن 21 ما زالت إفريقيا تعاني من الأمن الغذائي، من الصحة، من البنية التحتية، من كل هذا الأمن، وخاصة وما أدرك ما الأمن، منطقة الساحل ما زالت تعاني، كل هذه المناطق من يدافع ومن يرافع؟ أعتقد أن الجزائر مؤهلة لأن تكون. لماذا؟ لاعتبارات عديدة. وأن الجزائر اليوم عندما نقول بأنها من أهم أعضاء عدم الانحياز سابقا، اليوم هي أيضا من أهم الركائز لنقاط التقاء بين الصراع الحاصل اليوم بين القطب الغربي والقطب الشرقي إن سميناها هكذا. فالجزائر اليوم هي تعتبر نقطة جامعة بين هذين، وربما هي التي توصل هذا التيار منقطع بين هذا وذاك، وربما تكون مؤهلة لأن تكون يعني ضمن هذا التركيبة الجديدة الذي ننتظرها اليوم. وهي والإرهاصات التي يعيشها اليوم العالم سواء في الجانب الاقتصادي أو في الجانب السياسي، هذا العالم المتعدد الأقطاب، الجزائر أعتقد أنها سوف يكون لها دور داخل هذه المعادلة. واضح أستاذ إسماعيل. إذن سنواصل في الجزء الثاني من أسبوع الدولي. إذن مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل. نواصل إذن مشاهدينا الكرام أسبوع الدولي، والآن نمر إلى الموضوع الثاني من البرنامج، حيث أكد وفد الجزائر المشارك في أشغال الجمعية العامة 77 للأمم المتحدة في رده على الافتراءات والإدعاءات الكاذبة التي يسوق لها المغرب بخصوص الصحراء الغربية، أن الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية كانت ولا تزال وستظل قضية تصفية استعمار حتى يتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وهذا عن طريق استفتاء حر ونزيه مثل ما تؤكده جميع قرارات الأمم المتحدة. نتابع هذا التقرير مشاهدينا ونواصل النقاش. من داخل مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، ردت الجزائر على دعاية وأكاذيب نظام المخزن
الذي لا يفوت أي مناسبة لمحاولة حشرها في النزاع بالصحراء الغربية بوصفه قضية تصفية استعمار من قبل الأمم المتحدة. الوفد الجزائري المشارك في أشغال الجمعية العامة 77 للأمم المتحدة فند مزاعم الوفد المغربي مستشهدا بالطبيعة القانونية للقضية الصحراوية. إن وفد بلادي طلب أخذ الكلمة لممارسة حقه في الرد على ما جاء على لسان ممثل المغرب لدحض ادعاءاته التضليلية الموسمية في محاولة يائسة لاستغلال كل مرة المنابر لنشر دعايته وأكاذيبه بخصوص النزاع في الصحراء الغربية. هذه القضية كانت ولا تزال وستظل قضية تصفية استعمار. الوفد الجزائري أكد أن استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي يعد السبيل الوحيد لتسوية النزاع بشكل نهائي، حتى يتمكن شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل في التصرف في تقرير مصيره عن طريق استفتاء حر ونزيه، مثلما تؤكد جميع قرارات الأمم المتحدة عليه. الوفد الدبلوماسي الجزائري رفض إقحام الجزائر كطرف في النزاع الصحراوي، مشيرا إلى أن طرفيه هما المغرب وجبهة البوليزاريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي. وإن هذه القرارات تحدد كذلك وبكل وضوح طرفا النزاع المغرب وجبهة البوليساريو المعترف بها أمميا كممثل شرعي ووحيد لشعب الصحراء الغربية. الإدعاءات المغربية بشأن النزاع في الصحراء الغربية طالت أيضا تعداد وتواجد اللاجئين الصحراويين في المخيمات، وهو ما ردت عليه الدبلوماسية الجزائرية بالتأكيد على ضرورة إجراء استفتاء حر ونزيه يهدف إلى تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل للتقادم في تقرير مصيره وفقا للشرعية الدولية. إذن أرحب من جديد بضيوفي كل من الأستاذ إسماعيل خلف الله المحلل السياسي المختص في الشأن الدولي، أهلا وسهلا بك مرة أخرى أستاذ إسماعيل، وأيضا الأستاذ عبد القادر السليماني الباحث السياسي والاقتصادي، أهلا وسهلا بك مرة أخرى. وأيضا يلتحق بنا من إسبانيا الأستاذ حدي الكنتاوي، أهلا الدبلوماسي الصحراوي، أهلا وسهلا بك أستاذ حدي الكنتاوي. أهلا وسهلا، أحييك وأحيي ضيوفك الكرام ومشاهدي قناة الجزائر 24، وأحيي الشعب الجزائري بهذه المناسبة. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك أستاذ حدي. إذن أبدأ معك مباشرة، الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية واضحة ولا تغيير فيها رغم الادعاءات المغربية بخصوص ذلك، ما هو الهدف من هذه الادعاءات المخزنية تجاه القضية الصحراوية والجزائر، ولماذا يريد نظام المخزن الترويج على أن القضية الصحراوية هي نزاع ثنائي وليس أو ليس قضية تصفية استعمار؟ نعم، شكرا على الاستضافة. أسطوانة قديمة جديدة مشروخة أصبح أكثر من يكذبها هو نظام المخزن بحد ذاته وحلفائه، لأنهم سئموا من تكرير هذه المخالطات التي لم تعد تنطلي على أحد. مشكلة نظام المخزن اليوم في المنطقة، في منطقة شمال إفريقيا والمنطقة المغاربية عموما، أنه أصبح نظام نشاز وأصبح نظام مرفوض وأصبح نظام يلتقط آخر أنفاسه يعني من داخل الجغرافيا المغربية المعترف بها دوليا. نشهد يوميا هذه المظاهرات، وأصبحت الشعوب المغاربية تطوق ذرعا بهذا، ولعل الأزمة المفتعلة مع تونس أخيرا ومع مختلف الدول. اليوم أصبح نظام المخزن مطوق جغرافيا سياسيا اقتصاديا وحتى عربيا. الحاضنة التي كان يعول عليها كثيرا نظام المخزن في تمرير مخالطاته، البوليساريو هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي، البوليساريو التي والدولة الصحراوية التي جلس إلى جانبها نظام المخزن في
وضح النهار ممثلا في أعلى سلطته وهو الملك المغربي في أروقة الاتحاد الإفريقي. هي حقيقة ثابتة سياسية قانونية وتاريخية لا يمكن القفز عليها. يحاول نظام المخزن أن يجعل من الصراع أو مشكلته أو تذكية احتلاله للصحراء الغربية وأنه كان مشكلة إقليمية وأنه المشكل مع الجزائر تارة ومع موريتانيا تارة أخرى. المشكل طبقا للوائح الأمم المتحدة طبقا لمحكمة العدل الدولية في قرارها الاستشاري في 28 أكتوبر 75 طبقا للمحكمة الأوروبية في قراراتها المتتالية منذ 2016 إلى سبتمبر 2020 طبقا للمحكمة الإفريقية يوم أمس أن المسؤول عن معاناة وإطالة الاحتلال هو نظام المخزن. أن المشكل الموجود لنظام المخزن ليس مع الجزائر في الصحراء الغربية وليس مع موريتانيا التي تقاسمها في سبعينات القرن الماضي الدادة هي في الصحراء الغربية بل مع الشعب الصحراوي مع الدولة الصحراوية مع البوليسانو كممثل شرعي وحيد للشعب الصحراوي. وبالتالي تكرار هذه المقالطات لم تعد تنطلي على أحد على نظام المخزن أن يعترف بالحقائق التاريخية والقانونية. عليه أن يجلس إلى طاولة المفاوضات كما أرغمه السلاح في 91 على الجلوس إلى طاولة المفاوضات واعتراف الحسن الثاني بأن لا حل يكفل أو يحفظ ما وجه نظام المخزن كحل وسط سوى الاستفتاء. ولأن الحل الوحيد الذي اختاره الشعب الصحراوي هو الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كعامل توازن واستقرار في المنطقة كحقيقة لا يمكن القفز عليها وكمشروع ضحى من أجله الصحراويون وأعطوا 50 سنة من الكفاح السلمي ومن الكفاح العسكري من الدماء من الدموع ولا يمكنهم التنازل عنها لا اليوم ولا بالأمس ولا اليوم ولا غدا كما أسلف الدبلوماسي الجزائري الذي أكد على الموقف الثابت والمشرف والشجاع والناصع والذي لم يتزعزع قيد أنملة الجزائر جزائر الشموخ والمبادئ والقيم لا تبيع ولا تشتري. هذه الجزائر التي نعرفها والتي يعرفها الأحرار في مختلف بقاع العالم صوتها الشجي صوتها الذي حقيقة يحبس الأنفاس لأن الجزائر في وقت قاب من يدافع عن الحق بقيت الجزائر صامدة مع الحق ومع مبادئها ومرجعيتها النوفمبرية. واضح أستاذ حدي. إذن أمر إليك مباشرة أستاذ إسماعيل، لماذا يريد المخزن المغربي أن يوهم الرأي العام أن قضية الصحراء الغربية ليست قضية تصفية استعمار حسب لوائح الأمم المتحدة؟ أليس هذا تهرب من المسؤولية الكاملة من احتلاله لهذه المنطقة؟ لو نتتبع يعني وهذه بكل بساطة هذه نقولها ونتوجه للذين ما يؤمنون بهذه الأطروحة بهذا التدليس المخزني على أساس أن هذه القضية هي قضية داخلية وشأن داخلي وربما تطرح هذه الأطروحة اللي هي الحكم الذاتي وهذا السؤال المطروح نال 70 علامة استفهام نوضحها. لماذا تمنح إذا كانت هذه القضية راهي قضية داخلية وشأن داخلي لماذا تمنحها حكم ذاتي؟ علاه ما تمددش الحكم الذاتي لمنطقة فاس ولا الريف ولا مناطق أخرى في المغرب؟ لماذا بالذات الصحراء الغربية؟ لأنها قضية فيها اللوش فيها هذا الدوران وهذا الاستدارة اللي بدأت في 91 قرار وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع اللي هو جبهة البوليزاريو والنظام المغربي. هذا الوقف إطلاق النار تم على أساس الذهاب إلى تنظيم الاستفتاء وهذا ما تقوله القرارات الأممية وخرق هذا الاتفاق تم من جانب المغربي ونعم وهذا الخرق تم من جانب المغربي. فهذا الـ 91 ولما دخلت الجزائر نقولها يعني بكل موضوعية أن الجزائر لما دخلت في العشرية السوداء كان النظام المغربي ربما كان بدأت تتضح له الصورة كان يتلذذ بكما كانت تعيشه الجزائر ولاحظنا أنه كان من أول المساهمين والسباقين في عزلة الجزائر
الجزائر يعني عندما كان يتهم الإرهاب وكذا وكذا، فكان ينظر إلى أن هذه القضية، هذه الجزائر التي كانت تحمي هذه القضية وتعطيها الدعم، أصبحت الآن هي في مشاكل، ولهذا هي ذهبت على أنها بدأت تحضر لهذه الأجندة الخبيثة الواضحة، أنها أصبحت تؤمن وتحاول أن تصدق، هي نفسها مش مصدقة، لأنه لو نرجع يعني الكلام الدستور المغربي الآن دستور المغربي ينص على أن الجمهورية الصحراوية هي عضو داخل الاتحاد الإفريقي، يعني التناقضات الآن في التشريع المغربي يؤمن ويقنن ويشرع بأن هذه جمهورية ولها العضوية في الاتحاد الإفريقي، هذا اللي عندها العضوية في الاتحاد الإفريقي، هو يتمادى في ممارسة ولاية مغربية البشعة تجاه الشعب الصحراوي هنا. الآن هي الرواية أو هذه الغواية أو هذه الرشوة التي منحت للمغرب بمقابل التطبيع في عندما بتغريدة، يعني وكأن الدبلوماسية أصبحت تصير بالتغريدات، يعني تغريدات وأصبح يعني ضحك هكذا، هذه التغريدة التي ذابت حتى تويتر تبرأ من ترامب وأغلق له حساباته وكل شيء، يعني فهذه التغريدة بنت عليها الدبلوماسية المغربية للأسف وبدأت تسوق على أن هذا شأن داخلي وأن الأطروحة يعني وأنها يعني راها تتنازل وتذهب وتعطي لهم الحكم الذاتي. إذا كان تؤمن بأن هذا الأرض أرضك وهذا الشعب هذا راه انفصالي، كيف تسمح له بالحكم الذاتي الآن؟ فالحقيقة أن حلفاء والذين كانوا يقفون موقف حياد وربما يلعبون على الوترين من هنا ومن هناك، الواضح أنهم أصبحوا اليوم يتبرؤون من هذا السياسة المارقة للنظام المغربي في بخصوص هذا. وسقطته كثيرة أستاذ إسماعيل. إذن أستاذ عبد القادر، نقطة أيضا تعتبر من الانتصارات الدبلوماسية للصحراء الغربية وسقطة مخزية للمغرب، يعني لما فرنسا أو قررت فرنسا وقف استيراد المنتجات الزراعية من أراضي الصحراء الغربية والتي تنسب لمصدرين مغاربة تطبيقا لقرار محكمة العدل الأوروبية الذي يعتبر الصحراء الغربية إقليما مستقلا، هذا يعد انتصار للقضية الصحراوية وضرب أو ضربة موجعة للاقتصاد المغربي. طيب هي أكبر صفعة للنظام المخزن قرار المحكمة الأوروبية من ناحية الاقتصادية، هي إيقاف ليس فرنسا فقط، إيقاف كل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وبين المغرب في استنزاف ثروات الصحراء الغربية من ثروات معدنية وثروات يعني زراعية وثروات سمكية. النظام المخزني لديه عقدة اسمها عقدة الجزائر. صديقي، قضية الصحراء الغربية مسجلة منذ 1963 في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة الخاصة بتصفية الاستعمار، ويعني هذا خير دليل أن الصحراء الغربية هي دولة مستقلة تسعى إلى أخذ استقلالها تحت يعني تحت منصة يعني الأمم المتحدة وقرارات المجلس الأمن الدولي، وحتى هي يعني عضو مؤسس لدى الاتحاد الإفريقي. وخير دليل على ذلك أن مجلس السلم والأمن الإفريقي مؤخرا أعطى تعليما للطرفين النزاع، هناك طرفين النزاع، هناك المغرب وهناك الصحراء الغربية، ولكن المغرب في كل مرة يريد دفع بموريتانيا ترة، مرة يريد الدفع بالجزائر في هذا المشكل الذي الجزائر ليس لديها يعني أي دخل فيها، هي قضية ثنائية بين المغرب وبين الصحراء الغربية التي تعتبر عضوا كامل السيادة في الاتحاد الإفريقي. اليوم المغرب يريد التغريد خارج صرب ويريد يعني الهروب إلى الأمام بعد يعني بيع شرفه للصهاينة، فشفنا حتى اليوم يعني إرهاص اقتصادية كبيرة، عندنا 13% هو حجم البطالة في المغرب، 90 مليار دولار حجم الديون الكلية، 30 مليار دولار حجم ديون خارجية،
شركات فرنسية وإسبانية وألمانية خرجت من المغرب. لماذا؟ لأن أسعار الطاقة زادت، يعني ليكو كل هذا المصاريف الإنتاج زادوا. فاليوم حتى الإنتاج المنتوجات الزراعية في المغرب أصبحت بأثمان باهظة. اليوم المغرب يدفع ثمن تهوره وربما انبطاحه أمام الأطروحات وأمام التطبيع المخزي وبيعه لشرف الأمة العربية. إذن أعود إليك أستاذ حدي، المغرب تمادى في إدعاءاته وتجاوز كل الخطوط الحمراء، وهو يسوق إلى أن هناك علاقات مزعومة للاجئين صحراويين مع جماعات إرهابية. أليس هذا ضربا وتشويها لنضال الشعب الصحراوي؟ أعتقد أنه في العام 2010 قام نظام المخزن بحملة شعواء لمحاولة شيطنة البوليساريو وكفاحها وربطها بالجماعات التي يعرف القاصي والداني من يقف خلف تمويلها بالسلاح وبالمخدرات وغيرها. نظام المخزن هو من اختلق عن طريق أو تنفيذا لأوامر أسياده كثير من هذه الجماعات في شمال مالي. من شهد بنزاهة كفاح الشعب الصحراوي، من اعتدال إسلام الشعب الصحراوي، من انفتاح الشعب الصحراوي على مختلف الثقافات وقبوله للآخر مهما كان تنوعه، هي بعثة أمريكية ومبشرين، يعني مجموعة من كريستن هوك، يعني منظمة تبشيرية مشهورة في العالم بأسره ولديها علاقات قوية مع المحافظون الجدد في أمريكا. وقتها كانت في زيارة إلى المنطقة ووقفت على واقع مخيمات اللاجئين واجتمعت بكثير مختلف شرائح وفئات المجتمع الصحراوي إلى أعلى هيئة ممثلة في الأمين العام ورئيس الجمهورية وقتها الشهيد الراحل محمد عبد العزيز. وأنت تعرف أن البعثات الأمريكية تخرج بتقارير إلى السفارات بلدها في الدول التي تمر بها وإلى الخارجية الأمريكية بطبيعة الحال. استشهدت أمريكا بهذا التقرير وقالت أن الشعب الصحراوي والبوليساريو كحركة تحرير هي حركة وطنية معترف بها دوليا طبقا للقانون الدولي والشرعية الدولية. وبالتالي هذه الأسطوانة قديمة جديدة لنظام المخزن لا تنطلي على أحد ولا يمكن لأحد أن يرجع أن يعود به المخزن للوراء. واضح أستاذ حدي. نعم أستاذ حدي، ربما نعم أستاذ حدي، تسجيل مشكلته مع الطبيعة القانونية للإقليم للصحراء الغربية. نعم. وهذه لا يمكن تقييرها إلا اللهم كان هناك نظام دولي جديد وهذا مستبعد وتقيير قواعد اللعبة الدولية. ثانيا أستاذ حدي، فقط تسجيل انتصارات دبلوماسية هنا جديدة وكثيرة في القضية الصحراوية مؤخرا، هذا من خلال اعتراف دول فاعلة بجمهورية الصحراء الغربية وأيضا دول أخرى جددت دعمها، هل هذه الانتصارات في اعتقادك جعلت نظام المخزن يتخبط في مواجهة هذه الدول ويسجل انتكاسات؟ تماما، هذا ما كنت ساذهب إليه في النقطة الثانية. نظام المخزن تخيل في مرحلة معينة أنه بإمكانه أن يلعب دورا أكبر من دوره الطبيعي، وتخيل له في نوم في سوبات عميق أنه أصبح أكبر من حجمه ويريد أن يلعب لعب الكبار. ولكن الحقيقة من يمكنه أو اقتنع الأغطاب بشرقها وغربها أن مفتاح المنطقة في التحولات الجيوستراتيجية التي نشهدها مفتاحها الاقتصادي والأمني والعسكري، القوة التي يمكن التعويل عليها بكل ما تحمل الكلمة من معنى هي الجزائر. المغرب الذي حدوده الدولة التي لم تتضح حدودها بعد والتي دستورها ما زال ينص على الحدود الحقة، مصطلح لا يوجد لا في القانون الدولي ولا يوجد في أي تشريع في العالم، دولة يعني ينهشها الفساد وتنهشها البطالة ويتخبط في أزمات يحاول تصدير كل هذه الأزمات إلى الخارج. الضربات المتتالية لجيش تحرير الشعب الصحراوي يوميا والحرب المكلفة التي كان السباق نظام المخزن في الاعتداء على المدنيين الصحراويين يعني اختراق وقف إطلاق النار الموقع بين البوليساريو والمملكة المغربية في 13 نوفمبر 2020، هذا النفق الذي
خلي نظام المخزن نفسه فيه ما زالت بعض صورته القالية، كذلك الضربات الدبلوماسية والاعترافات بالجمهورية العربية الصحراوية، كلها كذلك الدور المحوري لحلفاء الشعب الصحراوي والدولة والجمهورية الصحراوية الذي يتعزز يوما بعد يوم. نعم. كلها مواقف وكلها محددات تجعل من نظام المخزن في وضعية يرثى لها ويغرق، وكلما تحرك معتقدا أنه سينجو يزداد يعني تزداد رجليه في الوحل، لن يخرج من هذا الوحل إلا باعترافه بحق الشعب الصحراوي وتطبيعه العلاقات مع الجمهورية الصحراوية كدولة جار يحترم لها السيادة الكاملة، يحترم الحدود الموروثة عن الاستعمار. واضح. مع جميع جيرانه. واضح أستاذ حدي. يتصالح مع ذاته ثم يتصالح مع جيرانه، وقتها سيكون لكل حادث حديث. واضح أستاذ حدي. إذن يعيش كنظام طبيعي. نعم. بالرغم أنه أصبح نظام مرفوض من طرف الجميع. واضح أستاذ حدي. نعم. أعود إليك أستاذ إسماعيل. المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حملت جميع دول. نعم. الاتحاد الإفريقي مسؤولية دعم الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، كما حذرت من أي اعتراف بالاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية. كيف يعزز هذا من موقف الصحراء الغربية؟ هذا يعني هذا دعم قانوني واضح من هيئة إفريقية، لا يتم الطعن في قراراتها. الآن إذا كانت المغرب تعتبر نفسها وهذا النظام المغربي يعتبر نفسه أنه عضو في الاتحاد الإفريقي، هذه محكمة المفروض أنه يلتزم التزام تام بما تصدر هذه المحكمة. ثم أيضا هؤلاء الذين يقفون موقف حياد، الحياد السلبي هذا، هناك دول ما زالت تعتبر، وأنا حتى لاحظنا أنه عندما كانت النظام المغربي بعد تغريدة ترامب وبعد شطحات التطبيع وكذا بدأت فتح القنصليات، يعني الأفلام هذه المسلسلات فتح القنصليات في العيون وكذا، فهناك من الدول الأفريقية حاولوا إغراءها وشراء ذممها على أنها تفتح قنصليات على هذا، وبالتالي فنقول أن هذا الحكم هو يقف أمام هذا اللعب، هذا التهور، هذا اللعب الصبياني هذا. المفروض أنه خلاص الاتفاق القرارات، هذا القرار وهذا نضمه للقرارات الأخيرة لمحكمة العدل الأوروبية التي فصلت في إبطال اتفاقيتين واضحتين بين من؟ بين الاتحاد الأوروبي. نعم. والمغرب. هذا الاتفاق، هذه الاتفاقيات يعني تمت شراء وكذا وبيع ثروات سمكية وزراعة وكذا كذا، هذا القرار أبطل هذه الاتفاقيات. معنى ذلك أنه إقرار تام بأن هذا الإقليم وهذه الثروات هي تابعة للشعب، هو ما زال تحت الاحتلال. واضح. بالتالي فالقضية هذا الحكم هذا هو دفع لهذه القضية، هو زيادة تحصين هذه القضية لربما أصبحت هناك أنظمة تنظر، يعني خاصة إخواننا المشارقة مازالوا ينظرون بالنظرة التي تسوق لها المغرب على أساس أنه شأن داخلي. إذا شأن داخلي طيب أستاذ نعم أستاذ إسماعيل، طيب معذرة فقط في عجالة ربما أستاذ عبد القادر، هل يمكن القول أن المغرب والشعب المغربي صار رهينة في أيادي خارجية تعبث بمستقبل المملكة وهي التي تعيش أوضاع أقل ما يقال عنها أنها مزرية؟ هذا صحيح، النظام المخزني اليوم أصبح رهينة لدى القوى كيان صهيوني، وقد يعني بعد خسارته سياسية شفنا اليوم خسارة اقتصادية ربما لن يخرج منها يعني موفقا النظام المغربي، لأنه شفنا البطالة كبيرة، شفنا يعني التضخم كبير وصل تقريبا 10%، شفنا هجرة مختلف الشركات متعدد الجنسيات. نعم. حتى سياسيا شفنا مؤخرا يعني جمهورية جنوب السودان اللي كانت اعترفت مؤخرا بالصحراء الغربية وفي حقها تقرير مصيرها، زخم كبير في الاتحاد الأوروبي، دائما ينظرون إلى الصحراء الغربية كهي قضية تصفية استعمار. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد القادر سليماني باحث السياسي والاقتصادي، شكرا جزيلا لك أستاذ إسماعيل خلف الله محلل سياسي مختص في الشأن الدولي، وأشكرك جزيلا الشكر الأستاذ حدي الكنتاوي الدبلوماسي الصحراوي، كنت معنا من إسبانيا، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا لختام حلقة ليلة من أسبوع الدولية، شكرا لكم بالمتابعة، إلى اللقاء.